السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد. كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل شال كروشيه مستطيل او كوفية كمان بغرزة جميلة وسهلة من تكرار سطرين وبس، مناسبة جدا للمبتدئين وان شاء الله هتعجبكم. وقبل ما نبدأ الفيديو بفكركم لو دي اول مرة بتشوفوا القناة وعجبتكم تفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس علشان توصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة، وان شاء الله دايما تستفيدوا. اوريكم الخيط اللي انا هستخدمه، ودي فتلة متوسطة وتمشي مع الغرزة. اي سمك خيط متوفر عندكم لو حابين تجربوا يعني الغرزة كله يمشي مع الغرزة. والخيط اللي انا هستخدمه هو خيط اليس كلاسيك، هو طبعا خيط مناسب لاعمال الشتاء. ودي الابرة اللي انا هستخدمها مع الخيط ده، ابرة رقم 5.5 ملم، يعني انتوا بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط اللي معاكم. وتقدروا اكيد تستفيدوا من الغرزه في اي مشروع تاني غير الشال. يلا انزلوا دلوقتي اعملوا لايك على الفيديو وتعالوا نبدا تفاصيل العمل ونقول بسم الله. نبدا بسم الله. اول حاجه سلسله البدايه، والسلسله دي هتكون بعرض الشال، وبعد كده هترتفعوا لحد الطول اللي انتوا عايزينه، خلينا نقول تقريبا، يعني انا هشتغل معاكم نموذج مصغر. السلسله دي هتكون من مضاعفات الرقم 8 زائد 2 سلسله. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. وبنفس الطريقة كده عايزاكم تضاعفوا الرقم، يعني احنا اشتغلنا 8، نرجع تاني نعد 1 2 3 4 5 6 7 8، ونمشي كده بنفس الطريقة. خلينا نقول تقريبا عرض الشال 60 سنتي او 70 سنتي. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انتوا بتفضلوا تكرروا كده رقم 8 لحد ما توصلوا للمقاس ده اللي هو تقريبا خلينا نقول 70 سنتي سلاسل. وبعد كده بزود 2 سلسلة على مضاعفات الرقم 8، ونبدأ شغل السطر الاول. هيبقى بالاعمدة بلفتين، هفوت سلسلة واروح على التانية وبشتغل فيها غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هرتفع سلسلة واحدة بس، يبقى انا كده بدأت السطر الاول. ضعفت رقم 8 زي ما انا عايزة، زودت 2 سلسلة، فوت سلسلة، والتانية اشتغلت حشو وارتفعت السلسلة. هلف لفتين وهعد على السلاسل اللي قدامي. نعد كده، هنشتغل اعمدة بلفتين، 1 2 3، وهدخل هنا في رقم 4، وهنا هشتغل صدفة بالاعمدة بلفتين. ادي كده اول عمود بلفتين، هلف لفتين وارجع تاني لنفس المكان او لنفس السلسلة اللي هي الرابعة، وهشتغل فيها العمود بلفتين رقم 2. كده عمودين، هرجع تاني الف لفتين ولنفس المكان هرجع واشتغل العمود بلفتين رقم 3. هي دي كده 3، رقم 4، اشتغلت 4 اعمدة. وادي العمود بلفتين رقم 5 والعمود بلفتين رقم 6. خلوا شغل الأعمدة كله عادي جدا، ما تريحوش الأعمدة ولا تشدوها. يبقى أنا كده اشتغلت 6، اشتغل رقم 7، وهيبقى معايا آخر عمود بلفتين رقم 7. هو ده الشكل اللي أنا اشتغلته، 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7، 7 عمود بلفتين، قبلهم في سلسلة وبعدهم هشتغل سلسلة. ارتفع كده سلسلة واحدة بس، ونرجع نعد تاني على السلاسل، 1 2 3، وبدخل في رقم 4، وهنا هشتغل غرزة حشو. ده الشكل اللي احنا هنعتمد عليه وهنفضل نكرره لحد نهاية السطر. سلسلة واحدة، هلف لفتين وارجع تاني اعد، 1 2 3، وهدخل في رقم 4 وهشتغل فيها عمود بلفتين كده رقم 1. انا هرجع اكرر تاني الشكل ده اللي هو 7 عمود بلفتين. ادي العمود رقم 2 3، رقم 4. دي من الغرز السهلة البسيطة اللي ان شاء الله نتيجتها مضمونة. ادي كده 4، والعمود بلفتين رقم 5. ارجع لف لفتين في نفس المكان، برجع واشتغل العمود بلفتين رقم 6، واخر حاجة هنا العمود بلفتين رقم 7. بس طبعا تخلوا بالكم كويس من العدد، راجعوا العدد قبل ما تتنقلوا على الخطوة اللي بعدها.
ادي كده الاعمدة، وده الشكل اللي هكمل عليه لحد نهاية السطر. يعني انا هرجع تاني لنفس التكرار، ما ننساش عندنا سلسلة واحدة قبل الصدفة وبعدها، بعد واحد اتنين تلاتة، وبدخل هنا في رقم اربعة وبشتغل هنا غرزة حشو، سلسلة واحدة. خليكم فاكرين انا من الاول ضعفت رقم 8 ثلاث مرات، هيبقى في معايا ثلاث مجموعات، واحد اتنين تلاتة، وبدخل في رقم اربعة وبشتغل هنا مجموعة الاعمدة، دي عمود، وهكملهم سبعة زي المجموعتين اللي فاتوا بنفس الطريقة. سريعا كده هكملهم وارجع لكم. ورجعت لكم هنا كملت اخر مجموعة، لازم يتبقى معنا في النهاية اربعة سلسلة. دي العدد تمام كده سبعة، ومعايا هنا تلات مجموعات وخلاص هنقفل السطر رقم واحد. هيمشي كله بنفس الطريقة كده، ضعف الرقم زي ما انتوا عايزين. شغل السطر رقم واحد في منتهى البساطة، كله بيعتمد على شكل الصدفة وبس. برجع ارتفع سلسلة واحدة قبل ما ننهي السطر، وهعد هنا على السلاسل واحد اتنين تلاتة، وهدخل هنا في رقم اربعة اللي هي هتبقى اخر سلسلة، وبشتغل فيها حشو زي ما بدأت السطر بغرزة حشو. وكده خلص السطر رقم واحد. تعال نشوف السطر رقم اتنين. برتفع واحد اتنين تلاتة اربعة، بعتبرهم عمود بلفتين الاربع سلاسل دول، وبزود عليهم تلاتة سلسلة، دول هيبقوا فراغ في بداية السطر. انا كده ارتفعت سبعة اربعة وتلاتة، ونلف كده الشال. الشال ليه وش وليه ظهر، ده ظهر الشال. عندي هنا سبع عمود بلفتين، هعد كده واحد اتنين تلاتة، وهدخل فوق العمود الرابع وهشتغل غرزة حشو، يعني العمود اللي في المنتصف قبله تلاتة وبعده تلاتة. هرجع اشتغل الفاصل واحد اتنين تلاتة، وهنا هلف لفتين وهروح على غرزة الحشو دي اللي كانت ما بين الصدفتين، هشتغل فيها عمود بلفتين، لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين، تلات مرات نطلع من لفتين. هو السطر ده سهل قوي وهيبقى سريع، هو عبارة بس عن الشغل ده، سلاسل وحشو وعمود بلفتين واحد فوق غرزة الحشو. هرجع تاني واحد اتنين تلاتة، وهروح على الأعمدة من ظهرها، بنعد كده واحد اتنين تلاتة، وبدخل فوق العمود الرابع وبشتغل غرزة حشو، وبنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة. هنمشي كده على السطر كله، لف لفتين واروح على غرزة الحشو ما بين المجموعتين واشتغل فيها عمود بلفتين، ادي عمود بلفتين، تلاتة سلسلة. خلاص كده احنا هنقفل السطر. انا دلوقتي عندي اخر مجموعة معايا في السطر، واحد اتنين تلاتة، وبدخل فوق العمود الرابع وبشتغل غرزة حشو، وادي شكل السطر وبس كده. ده شكل السطر رقم اتنين، نقفله مع بعض. برتفع اخر حاجة تلاتة سلسلة، واقفل هنا في غرزة الحشو دي، هتلاقوها واضحة معاكم، هنشتغل فيها عمود بلفتين، بدخل كده تحت لفتين خيط، باخد الخيط اطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين. كده انا نهيت السطر، نهيته بتلاتة سلسلة وعمود بلفتين، وبدأته بسبعة سلسلة، وادي شكل السطر رقم اتنين في منتهى البساطة. هنرجع تاني نكرر السطر رقم واحد اللي هو السطر ده اللي فيه مجموعات الأعمدة او شكل الصدفات. برتفع هنا سلسلة واحدة بس وبلف الشال، وده وش الشال. سريعة كمان في الشغل الغرزة دي، على اول عمود هدخل واشتغل غرزة حشو زي ما اشتغلت هنا في السطر الاول، وهكمل بنفس الطريقة. برتفع سلسلة واحدة، هلف لفتين بس خلاص. احنا هنا طبعا على طول رايحين لغرزة الحشو وهنشتغل فيها، مش هنعد تاني على السلاسل، المكان بندخل فيه على طول ونشتغل سبع عمود بلفتين هنا. سريعا كده اشتغلتهم سبع عمود بلفتين، يعني هي نفس الفكرة ونفس عدد الأعمدة ما بيتغيرش، علشان بس ما نطولش في وقت الفيديو كده على خطوة مكررة كتير. بعد ما بنخلص الصدفة ما ننساش عندنا سلسلة واحدة بس، تفرق كتير برضو في شدة الغرزة. ادي شكل الأعمدة، عندنا سبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وبعد ما اشتغلت سلسلة بروح هنا على العمود بلفتين، وهنا هيبقى مكان شغل غرزة الحشو اللي هي ما بين الصدفتين، سلسلة واحدة، وهرجع تاني لنفس التكرار، هلف لفتين
وهروح على غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها السطر اللي فات، وهشتغل هنا 7 عمود بلفتين. اشتغلنا غرزة الحشو فوق العمود رقم 4، هكملهم كده 7 زي دول، ورجعت لكم هنا كملت الأعمدة 7 عمود بلفتين. احنا بنكرر السطر رقم 1، بعد كده برتفع سلسلة واحدة. خليكم معايا للمبتدئين علشان نشوف السطر ده هيقفل ازاي، سطر التكرار. هنا فوق العمود بلفتين هدخل واشتغل غرزة حشو، ندخل كده معنا لفتين خيط ونشتغل الحشو، ارجع تاني ارتفع سلسلة واحدة بس وخلاص كده هنقفل السطر. هنا عندي اخر غرزة حشو هشتغل عليها اخر مجموعة، نشتغل هنا 7 عمود بلفتين، وادي شكل السطر، تكرار السطر رقم 1. سريعا كده هكمل السطر وارجع لكم. ورجعت لكم هنا وصلت لحد نهاية السطر، معايا 3 مجموعات بنفس طريقة السطر رقم 1، بس هنا لما نيجي هنقفل السطر عندي طبعا السلاسل كانوا 7، السلاسل اللي تحت هرتفع الاول السلسلة قبل ما اقفل، وهعد على السلاسل دي. ممكن نلف السلاسل كده برضو ونعدها 1 2 3، وبدخل هنا في السلسلة رقم، ندخل كده تحت لفتين خيط ونشتغل الحشو، ادي 1 2 3 4، ونشتغل الحشو تحت السلسلة الرابعة، والشكل هيبقى مظبوط جدا من الجانبين، وهيبان اكتر الشكل على القطعة التانية اللي انا اشتغلتها، اوريها لكم دلوقتي. يبقى كده ده تكرار السطر رقم 1، بتكرروا السطر كده كل مرة بنفس الطريقة. وبرجع تاني ارتفع للسطر رقم 2 او تكرار السطر رقم 2، برتفع 4 سلسلة اللي هم بعتبرهم عمود بلفتين، وازود عليهم 3 سلسلة، دي السلسلة التالتة، كده يبقى انا ارتفعت 7. وبعد كده على الأعمدة 1 2 3، وبدخل فوق العمود الرابع وبشتغل الحشو، وبنفس الطريقة برتفع بعدها 3 سلسلة بعد غرزة الحشو، بلف لفتين وبشتغل عمود بلفتين هنا فوق غرزة الحشو بتاعت السطر اللي فات اللي هي ما بين المجموعتين. وبنكمل كده الشغل في السطر اللي هو تكرار السطر رقم 2، سطر سهل جدا وان شاء الله مش هياخد وقت معاكم خالص. وده زي ما قلت لكم ظهر الغرزة، وش الغرزة من الناحية التانية، بتكملوا طبعا لحد نهاية السطر، وادي وش الغرزة. عايزة اوريكم القطعة التانية اللي انا اشتغلتها بنفس الخيط ونفس الابرة، وادي شكل الغرزة في القطعة الاكبر، اوضح طبعا. انا ضعفت عدد المجموعات، هنا اشتغلت رقم 8 3 مرات، بتضعف الرقم زي ما انتوا عايزين. هنا ضعفت الرقم 4 مرات وارتفعت شوية بالسطور. فراغات الغرزة يعني معقولة، مش فراغات كتير ولا فراغات قليلة. هو يدي شكل الغرزة، وشغل الغرزة كمان بالأعمدة بلفتين لايق معاها قوي، غرزة جميلة. وزي ما انتوا شايفين الغرزة مظبوطة جدا، الجوانب مظبوطة. لو مش حابين تشتغلوا على الجوانب اي شغل ممكن تسيبوها كده، شكلها جميل قوي. بس يعني خلينا نقول ان السطر الاخير اللي انا اشتغلت فيه الصدفات او مجموعات الاعمدة شكله حلو، يعني يعتبر تزيين. لو حابين هو شكل تزيين كويس بتسيبوه، والجانبين ممكن لو حابين تمشوا عليهم بغرز حشو، او ممكن تمشوا يعني انتوا تاخدوا الجانب، تاخدوا من البداية طبعا. يعني معايا هنا الخيط بنمشي على الفراغات دي، كل فراغ بنشتغل فيه 4 غرزة حشو ونعدي على الفراغ اللي بعده وهكذا لحد ما نوصل هنا عند سلسلة البداية، نمشي عليها برضو بغرز حشو، ونرجع هنا عند الجانب التاني بنفس الشغل، 4 غرزة حشو تحت كل فراغ لحد ما بتخلصوا الجانب كله. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، زي ما شفتوا غرزة سهلة جدا مناسبة للمبتدئين، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، كمان تقولوا لي رأيكم في التعليقات. كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو، لحد ما نتقابل في فيديو جديد، هسيبكم في رعاية الله.